السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في شرح جديد على أرباح. في هذا الفيديو سأقدم لكم تطبيق يمكنك تحميله على هاتفك الأندرويد وربح المال بطرق مختلفة، مثل حل أكواد الكاباتشا ولعب الألعاب وإتمام المهام. كالعادة رابط تحميل التطبيق ستجده في الديسكريبشن. قبل البداية في الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ادعمنا عبر مشاركة الفيديو مع أصدقائك، ولا تنسى وضع لايك. تقوم بالتوجه إلى متجر جوجل بلاي على هاتفك. لا أدري إذا كان التطبيق متاح على هواتف الآيفون. المهم في البحث تكتب دي جي وورد. كما تلاحظون أمامكم التطبيق الثاني، الأيقونة الخاصة به عبارة عن حرف دي وباللون الأخضر. فقط تضغط على انستول لتحميل التطبيق على هاتفك، بعد ذلك تضغط على اوبن لفتح التطبيق. ستظهر معك هذه الواجهة، يمكنك الموافقة على الشروط وسياسة الاستخدام كما تلاحظون أمامكم، ثم تضغط على لوج إن وتختار حساب الجيميل الذي تريد التسجيل به في التطبيق. من ثم هنا يمكنك وضع انفيتيشن كود لكي تحصل على 1000 نقطة. سأترك لكم الكود على الشاشة أو في صندوق الوصف، تقوم بكتابته وتضغط على بروسيد وستحصل على 1000 نقطة مجانا. وكما تلاحظون نحن حصلنا على 1000 نقطة مباشرة. سنضغط على أوكي. هذه واجهة التطبيق بكل بساطة. في الأعلى تجد النقاط باللون الأصفر، وكذلك تجد تيكت. النقاط يمكنك سحبها والتيكت يمكنك استخدامها في لعبة حل أكواد الكاباتش. طبعا سأشرح لكم بعد ذلك كيفية الحصول على تيكت. المهم الطريقة الأولى هي الربح من خلال حل أكواد الكاباتشا والحصول على النقاط. كما تلاحظون هنا تجد كاباتشا سولفينج. قد تضغط على ستارت، من ثم تضغط على فايند الموجودة في الأسفل للبحث عن شخص آخر. تظهر معك كاباتشا، تقوم بكتابتها، هو الأسرع في الكتابة يحصل على النقاط الأكثر. كما تلاحظون أمامكم فقط تقوم بكتابة الأرقام أو الحروف فتضغط على جو. وكما تلاحظون التوقيت في الأعلى، عندما ينتهي التوقيت تنتهي المسابقة. وللعب هذه اللعبة أو لحل الكاباتشا ستحتاج أن يكون لديك تيكت. التيكت يمكنك الحصول عليها من مشاهدة الإعلانات أو الدخول بشكل يومي إلى التطبيق. هو كان أسرع في الكتابة وحصل على نقاط أكثر، أنا حصلت فقط على 5 نقاط. أضغط على هوم للعودة إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالتطبيق. وكما تلاحظون في النقاط أصبح لدي 1005 نقطة. الآن سنمر إلى الطريقة الثانية للربح من تطبيق دي جي وورد، هي بلاي تايم أو لعب الألعاب. قد تضغط على ستارت، من ثم هنا تضغط على أكسبت، بعد ذلك أكتف ناو. طبعا هناك خاصية عليك تفعيلها في الهاتف، إعطاء صلاحية للتطبيق لتتبع العمليات الخاصة بك. فقد تبحث عن التطبيق، كما تلاحظون هو موجود في الأعلى دي جي وورد، وتضغط أمام اللو أسس يعني لتفعيل تتبع التطبيق ليحتسب لك النقاط. المهم تضغط بعد ذلك على Let's Play. وكما تلاحظون هذه الألعاب الموجودة أمامكم، على كل دقيقة تقضيها في اللعبة تحصل على 14 نقطة، وكل لعبة والنقاط التي ستحصل عليها الإجمالي والنقاط التي تحصل عليها على كل دقيقة تقضيها في لعب هذه اللعبة. طبعا النقاط سنقوم بعد ذلك بتحويلها إلى رصيد باي بال. قد تابع معي لنهاية الفيديو. كما تلاحظون هذه مجموعة الألعاب التي يمكنك تحميلها والبدء في اللعب، وأسفل كل لعبة تجد النقاط التي تحصل عليها في الدقيقة وإجمالي النقاط. تختار أي لعبة، مثلا سنختار اللعبة الأولى، وتضغط على Play Now الموجودة أسفل اللعبة. سيأخذك مباشرة إلى متجر جوجل بلاي. تقوم بتحميل اللعبة من ثم اللعب وجمع النقاط. في الماي أبس تجد الألعاب التي قمت بتحميلها في هاتفك والنقاط التي حصلت عليها والمستوى الخاص بك. إذا عدنا إلى الصفحة الرئيسية تجد في الأسفل مجموعة من الشركات الخاصة بإتمام العروض أو المهام. تضغط على Next. كما تلاحظون يمكنك جمع النقاط من خلال لعب الألعاب وإتمام المهام الأخرى البسيطة. كما تلاحظون أمامكم عدد النقاط التي يمكن أن تحصل عليها كبير، لكن تقوم بتحميل اللعبة ويجب أن تصل إلى مستوى معين لكي تحصل على النقاط الخاصة بك. يمكنك اختيار لعبة سهلة والوصول إلى مستوى معين لكي تحصل على النقاط الخاصة بك. مثلا هنا اللعبة الأولى، تقوم بفتح اللعبة وتبدأ في اللعب.
يمكنك الحصول على 142,000 نقطة من هذه اللعبة فقط. كذلك تجد شركات أخرى مثل أجيم وشركات خاصة بإتمام استطلاعات الرأي. مثلا أسفل أجيم سنضغط على ستارت. من لعبة واحدة يمكنك الوصول إلى الحد الأدنى للسحب. كذلك في أجيم تجد مجموعة من الألعاب يجب أن تصل إلى مستوى معين لكي تحصل على عدد النقاط. الشركة السابقة الأرباح الخاصة بها أكثر من أجيم طبعا. والمهام والألعاب أصعب. هناك تلاحظون أمام كل لعبة تجد عدد النقاط والمراحل التي يجب أن تصل إليه. كذلك تجد هنا في الأسفل شركات خاصة بالاستبيانات أو استطلاعات الرأي. قد تضغط على ستارت وستظهر لك الاستبيانات إذا كانت متاحة. مثلا هذا استبيان سأحصل من خلاله على 3720 نقطة ومدته 12 دقيقة. وقد تضغط على السهم وتقوم بإتمام الاستبيانات عبارة عن أسئلة بسيطة تقوم بالإجابة عليه. إذا نزلت لي الأسفل ستجد كذلك عبارة عن 200 لعبة موجودة في موقع. فقد تضغط على بلاي. سيتم توجيهك إلى المتصفح الخاص بك إما جوجل كروم أو أي متصفح موجود على هاتفك. وتجد الألعاب تقوم بألعاب هو موقع جيم زوب. تختار أي لعبة في أي فئة تلعب وتجمع النقاط. كذلك ستجد في الأسفل هنا Other Apps. يمكنك الضغط على Go وتجد تطبيقات أخرى مثل هذا التطبيق لنفس شركة ديجي وورد يمكنك الربح من خلاله. إذا ضغطنا هنا على Invite القسم الثاني ستجد كود الإحالة الخاص بك. يمكنك الحصول على 250 نقطة إضافة إلى 20% عمولة إذا قام أي شخص بتحميل التطبيق ووضع الكود الخاص بك. قد تضغط على Copy وتقوم بمشاركة التطبيق مع الكود. هذه الطريقة يمكنك استخدامها لزيادة أرباحك ودعوة أصدقائك لتحميل التطبيق. كما قلت في البداية بالنسبة للنقاط باللون الأصفر يمكنك سحبها. والتيكت يمكنك استخدامها في لعب لعبة الكاباتش. للحصول على التيكت فقط تضغط عليها وتضغط على Watch أو Free وستحصل على 3 تيكت. كذلك يمكنك مشاهدة إعلان والحصول على تيكت مجانا للعب اللعبة الأولى وهي كاباتشا سولفينج أو حل أكواد الكاباتش. إذا كنت الأسرع ستحصل على نقاط أكثر. المهم لسحب الأرباح من التطبيق ستضغط على Redeem. حد الأدنى للسحب هو 20,000 نقطة وهو ما يعادل 2 دولار. كذلك 50,000 نقطة تعادل 5 دولار. 100,000 نقطة 10 دولار. فقط تضع إيميل باي بال وتضغط على Redeem Now لسحب أرباح. وكما تلاحظون أقصى حد للسحب هو 250,000 نقطة وهو ما يعادل تقريبا 25 دولار. من لعبة واحدة على التطبيق يمكنك الوصول إلى الحد الأدنى للسحب. طبعا الأمر ليس صعب وليس سهل. عليك اللعب باستمرار للوصول إلى المستوى وعليك كذلك إبقاء التطبيق أو اللعبة على هاتفك لفترة معينة مثلا 20 يوم أو أكثر. المهم هذا هو التطبيق بكل بساطة. تطبيق سهل جدا لشحن حساب بك على الباي بال وربح المال من الانترنت للمبتدئين. التطبيق متوفر على جميع هواتف الاندرويد. لا ادري اذا كان متوفر على الايفون. المهم اذا اعجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اذا لم يكن لديك حساب على الباي بال ساترك لك في صندوق الوصف كيفية انشاء حساب باي بال بكل سهولة. إذا كان لديك أي استفسار يمكنك تركه في التعليقات أو التواصل معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة في الديسكريبشن أو صندوق الوصف. وإلى اللقاء.